بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ليكون الناس على بينة من الله، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. بالرغم من وضوح هذه الغاية وأنها جاءت صريحة في كتاب الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أن أكثر الناس يحيدون عن هذه الغاية ويبتعدون عن هذه الحكمة، تشوش عليهم أنفسهم ويشوش عليهم الشيطان طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. يحاول الشيطان أن يقطع طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. وأعظم وأشد هذه الوسائل التي يستعملها الشيطان ليقطع طريق الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى هو أن يشوش عليه معرفة الله، أن يصرفه عن معرفة الله سبحانه وتعالى، أن يجعله يتصور حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وغير ذلك من أسمائه وصفاته على غير الوجه الذي يليق به، فيبدأ العبد يسيء الظن بمولاه. إذن أحبتي في الله، سوء الظن في الله ينبع من سوء التصور عن الله سبحانه وتعالى، فإن عدم معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الحق هي التي تجعل الإنسان يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فبالتالي إذا إنسان لم يعرف حكمة الله ورحمته سبحانه وتعالى وقدرته ولطفه سبحانه وتعالى يسيء الظن بالله. انظروا إلى كلمات الأنبياء وهم في أشد أنواع البلايا والابتلاءات، تجد هؤلاء أشرف الخلق عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم، انظر إلى كلماتهم عن الله حتى وهم في أشد أنواع الابتلاء. انظر إلى ختام قصة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. انظر إلى كلام يعقوب بعدما مر بما مر من ابتلاءات، انظر وهو يقول: فصبر جميل. هذه الابتلاءات لم تغير جمال علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، حافظوا على هذه العلاقة بالرغم من تبدل الظروف والأحوال. بعضنا قد يكون في علاقة طيبة مع مولاه، يحافظ على صلاته وأذكاره وخشوعه، ويحافظ على حمده وثنائه وتسبيحه لله سبحانه وتعالى. فإذا تبدلت الظروف وضاقت عليه الأمور، يبدأ الإنسان يضجر ويسخط على مولاه ويسيء الظن بمولاه. ولكن المؤمن الذي يحافظ على إيمانه بالرغم من تقلب الظروف وتبدل الأحوال وشداد الهم والغم، هذا المؤمن هو الذي يعيش الحياة الطيبة، الذي يحافظ على حسن ظنه بالله بالرغم من تبدل الظروف. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى الذي نزل في خضم بلاء عظيم من أعظم الابتلاءات التي مرت على المسلمين في غزوة أحد. هذا البلاء اجتمع فيه شيء عظيم من أنواع البلايا، سواء الابتلاء الجسدي أو الابتلاء النفسي أو الابتلاء الفكري، إن هو مش فاهم كيف يهزم المسلمون،
إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهزم؟ لماذا يصيبنا المشركون بهذا الأذى؟ هذه الدماء التي سالت هؤلاء الأخيار الذين ماتوا واستشهدوا. هذه التساؤلات وهذه الابتلاءات في البدن، فتخيل هذا الضغط النفسي عليهم. إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الدماء تنزل من أبدانهم، فقدوا أعز الناس إليهم. تساؤلات تكون أن هذا، وبالرغم من كل هذه الابتلاءات ومن الغم والهم، يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين سلموا إلى الله سبحانه وتعالى ورضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ثم أنزل عليكم من بعد الغم. يعني المسلم بيصيبه الغم، نعم، ويصيبه الهم، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. وقال الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة، قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى كانوا بيمروا بظروف وضغوطات وابتلاءات وهم وغم، نعم، لكن هذه الابتلاءات وهذا الغم والهم لا يطول عليهم، تتبدل أحوالهم لأنهم يلجؤون إلى مولاهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. هذه الأمنة ظهرت في صورة نعاسة يغشى طائفة. يبقى من رحمة الله سبحانه وتعالى إن المؤمن لما بيمر بضيق وغم وهم يلجأ إلى مولاه، يحسن الظن بمولاه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن في آية بتدل على إن المؤمن بتصيبه مصائب وابتلاءات، ولكن المؤمن قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال جمع من المفسرين: يؤمن أن المصيبة بتقدير الله وبلطف الله وبحكمة الله سبحانه وتعالى، فإذا أيقن بذلك هدى الله قلبه للصبر وللرضا وللسكينة وللطمأنينة. يبقى المؤمن بتنزل عليه الابتلاءات وينزل الهم والغم، فإذا سلم إلى مولاه وفوض إلى مولاه وبحث عن مراد الله، قعد يبحث عن مراد الله في كل ابتلاء، هل مراد الله هنا المدافعة؟ هل مراد الله هنا الصبر؟ هل مراد الله هنا الدعوة الله سبحانه وتعالى؟ انظر يوسف عليه السلام، تمر عليه ابتلاءات متنوعة، في كل بلاء كان له عبودية. يعني في القصر، في قصر العزيز كان في عبودية قام بها يوسف أثنى الله عليه فيها، وفي السجن كان له عبودية أثنى الله سبحانه وتعالى عليه فيها، وبعدما وصل إلى الملك أثنى الله سبحانه وتعالى عليه. تتبدل الأحوال ويوسف ثابت على عبودية الله سبحانه وتعالى. فقال الله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم طائفة نعاسا يغشى طائفة، أمنة نعاسا يغشى طائفة. لكن في صنف من الناس دائما يسيء الظن بمولاه، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا المعنى الذي نريد أن نتجنبه، نريد أن نخرج اليوم من خطبة ونحن نحاسب أنفسنا على هذا المعنى. هل مع تبدل الأحوال والظروف يسيء الظن بالله؟ بدل ما الإنسان يسيء الظن في نفسه أو في بعض الناس أو أن الناس أخطأوا، تجده يسيء الظن بمولاه، بدل ما ينظر في الأمور وينظر في السنن الله التي وضعها في هذه الدنيا، تجد الإنسان يسارع في إساءة الظن بالله. فقال الله سبحانه وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه الآية بديعة. ليه؟ الترابط بين أهمتهم أنفسهم وبين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وما معنى ظن الجاهلية وكيف نتخلص منه. دي المحاولة عايز أتكلم عليها إن شاء الله. ما العلاقة بين أهمتهم أنفسهم وبين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ قيل: لما أهمتهم أنفسهم، لما الإنسان لا يكون همه إلا نفسه فقط، لا يفكر إلا في نفسه فقط ويهتم لنفسه، وبالتالي نفسه تجلب عليه الهم لأنه لا يفكر إلا في نفسه، فنفسه تجلب عليه الهم. الإنسان لما بيكون هو محور التفكير لا يفكر في ماذا يريد الله، لماذا خلقنا، ما مراد الله في الابتلاءات، ماذا يفعل الإنسان من عبوديات، لما ينشغل بنفسه فقط يسيء الظن بالله. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. تجد مع أدنى لمسة من بلاء على طول: ليه يا رب؟ وكأنه منزه، وكأنه لم يخطئ، وكأن لم يكن لله حكمة في كل ابتلاء، وكأنه جاء الدنيا ليرفه، وكأنه نزل إلى الدنيا ليلبي الله له رغباته.
ده تصور خاطئ. هذه التصورات الخاطئة عن الدنيا، التصورات الخاطئة عن معنى العبودية، يعني ايه عبودية، عن لماذا خلقنا. هذه التصورات الخاطئة تجعل الإنسان مع أي ابتلاء يسيء الظن بالله، لك ازاي وليه ربنا بيعمل فيها كده، ده انا لسه مصلي وليه ربنا، وتجده يكثر من سوء الظن بالله. لماذا تسيء الظن بالله؟ أفضل الخلق الأنبياء مروا بظروف وابتلاءات شديدة، وكانوا يقولون كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ينزل الله سبحانه وتعالى، وده من علاجات دفع سوء الظن بالله، ظن الجاهلية يدفع بالتسبيح، نتكلم عنه إن شاء الله في الخطبة التانية. علاج سوء الظن ظن الجاهلية يدفع من الخواطر، يدفع بتسبيح الله وتنزيه الله سبحانه وتعالى. فإذا أهمتهم أنفسهم، الإنسان حينما يخرج معاملة الله من معادلة الحياة، حينما يخرج الإنسان معاملة الله من معادلة الحياة، لا يفكر أصلا أن الله يعامله. أنتم متخيلين أن يوسف عليه السلام بعد ما مر بكل الابتلاءات، من أعاجيب القصة، يعني اللي يقرأ القصة بيتفاعل مع القصة، متفاعل مع القصة كأنه يقرأها لأول مرة، هيتفاعل يعني إذا هيترمى في البئر، طب وبعدين هيحصل له إيه، طب هيموت، طب من الذي أخذه، هل سيباع بالفعل، سيباع كعبد رقيق، ماذا سيفعل في القصر، اتهم ظلما، دخل السجن، إلا يتفاعل مع القصة. القصة مليانة أحداث، آخر القصة تجد يوسف عليه السلام لا يشغله شيء من كل هذه الأمور التي مر بها، لم يشغله إلا أن الله قد عامله. بيقول له لأبيه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حق. بيقول له ربنا عاملني، انا شفت رؤيا واتحققت، ربنا لطف بي، ربنا علمني، ربنا فهمني، ربنا انقذني. هو مشغول ان في معامله بينه، ده اللي شغله، ده اجمل حاجه في الحياه، اجمل شيء في الحياه ان في معامله بينك وبين ربنا، انك تدعي ربنا وربنا يستجيب لك، انك تمر ببلاء فترضى فينزل على قلبك، استنزل السكينه والطمئنينه. دي اجمل متعه في الحياه، ان بينك وبين ربنا معامله خاصه، ان ينزل عليك مشكله فتقوم تصلي ركعتين فترضى. هذه المعامله لا يدانيها شيء في هذه الدنيا، ان بينك وبين ربنا، ده اللي كان شاغل يوسف عليه السلام. اخر صفحه قبل الختام في سوره يوسف كلها ان سيدنا يوسف بيحكي ان ربنا عامله، ان ربنا سبحانه وتعالى عاملني. انت متخيل هذا المعنى البديع؟ تتخيل ان سيدنا يعقوب لا يريد ان يفقد جمال علاقته بالله حتى بعدما فقد اعز الناس اليه؟ يعني انا هفقد الدنيا وافقد الدين، فخلاص ابتلي بفقد احب اولادي الي. فقال: فصبر جميل. ما الذي يصبر الانسان في هذه الدنيا الا هذه العلاقه، هذه العلاقه الجميله مع اولاد، تتقلب الظروف، تتقلب الاحوال، لكن لابد ان يحافظ على هذه العلاقه. ومن حافظ عليها انزل الله على قلبه الامن النعاس، انزل الله على قلبه السكينه والطمانينه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اما هناك طائفه من الناس تظن بالله ظن الجاهلية. الأول صحيح، إحنا قلنا أهمته أنفسهم، الذي يهتم بنفسه يسيء الظن بالله. وقيل إن الذي يسيء، العكس بقى، الذي يسيء الظن بالله دائما يعيش في هم وغم، ده طبيعي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الذين يلولون كثيرا، يعني بيكثر من اللولوة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو ما كانش حصل كذا، لو يا ريتني كنت عملت كذا، يلولوا كثيرا في هذه الحياة. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء في نفس السورة: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فالذي يظن بالله ظن الجاهلية دائما أهمته، دائما قيل أهمته أنفسهم أدخلت عليهم الهم والغم، ده معنى الرشد. يعني اللي دايما بيسيء الظن بالله على طول عايش هم وغم، عايش في كرب، مهما كان معاه اسباب ومهما كانت الدنيا كويسه حواليه وعنده نعم، دائما كنود. من ابدع ما قيل فيها: يعد المصائب وينسى النعم. محطوط في ملايين النعم، قاعد بيعد ربنا عمل فيها كذا، وينسى اساءة الناس هم اللي اذوه، وهو قاعد ربنا عمل فينا كده، ويسيء الظن في مولاه. بدل ما يبحث من المخطئ، من الذي أساء، تجده يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، فتجده يعد المصائب وينسى نعمه. حقا إنه كنود، نسي أن يشكر الله سبحانه وتعالى. فالذي يسيء الظن بالله دائما يعيش في حالة من الهم والغم والكرب. دي النقطة. النقطة الثانية: ما هو ظن الجاهلية؟ قيل: أي ظن أهل الجاهلية، فهنا محذوف، أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كيف كان أهل الجاهلية يظنون في الله؟ كانوا يظنون في الله أنه ليس له حكمة، أن الله سبحانه وتعالى، إن الدنيا تحدث عبث، إن مفيش بعث،
ان الظالم سيظل يظلم ويموت وهكذا تنتهي الحياه، هذا من سوء الظن بالله. ان الاقدار بتمشي عشوائي، هذا من سوء الظن بالله. ان الله لن ينصر المؤمنين وان العاقبه لن تكون للمتقين، هذا من سوء الظن بالله. ان هو يسائل الله مساءله النادم الذي يعاتب مولاه، هذا من سوء الظن بالله. ذلك ابن القيم له كلمات بديعه في شرح الايات، وفي مجملها يقول: واغلب الناس بل كلهم تمر عليه هذه اللحظات يسيء الظن بمولاه، ياتيه خواطر من ظن الجاهليه لابد ان يدفعها. اغلب الناس بيمر باللحظات دي وتجيله هذه، لان ده غرض اساسي للشيطان، من اهم اغراض الشيطان ان يخليك تسيء الظن بالله. اول وسوسه شيطانيه، اول اختبار، اول علاقه بين الشيطان وبين ادم، بين الشيطان وبين البشر، اول وسوسه كانت عن طريق انه يبث سوء الظن في الله. رايح لسيدنا ادم بيقول له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. بيقول له: ربنا لا يريد لك الخير. هو على طول اول شوف الاول طريق انه يخليك سوء الظن بالله، يقول له: ما هو ربنا لا يريد ان تاكل من الشجره، لان انت لو كانت من الشجره هتبقى حاجه كويسه وتبقى حاجه كبيره. فدايما الشيطان يريد ان يوصل اليك ان شرع الله وقدر الله يمنعانك من الوصول الى مرادك. دايما الشيطان عايز يعمل كده، عايز يخليك تقتنع ان الاقدار وان شرع ضدك وضد رغباتك، مع ان اصلا دي طبيعه الدنيا، امر الانسان ما يتمناه. وانت متصور الدنيا تمشي على مزاجك؟ فلله الاخره والاولى. ده حتى الملائكه، وكم ولله ما في السماوات والارض، الايه امر الانسان ما يتمنى في الله الاخره والاولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني عنهم شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني حتى الملائكه الامر هم يشفعون ثم ياذن الله سبحانه وتعالى. تفكر الدنيا بتمشي كل واحد على مزاجه، تصبح الدنيا عبثا. فلله سبحانه وتعالى تقدير ولله حكمه في هذه الدنيا. فظن الجاهليه، قيل ظن اهل الجاهليه الذين، ابن القيم بيقول: الذين لم يعرفوا اسماء الله وصفاته. الذين لم يعرفوا اسماء الله وصفاته، فاللي ما يعرفش اسم الله الحكيم، اللي ما يعرفش اسم الله القدير، اسم الله المقيت الذي يجلب القوت، اسم الله اللطيف، الذين لا يعرفون هذه الاسماء ولم يعايشوا هذه الاسماء، كيف يصبرون على لاواء هذه الدنيا؟ كيف يصبرون على تقلباتها؟ يوسف عليه السلام كان مشغولا بالله، في كل موقف من المواقف كان مشغول بالله، فاستطاع ان يصبر ويصابر على هذه الابتلاءات اللي بيمر بها الانسان، كان مستحضرا إن ربي لطيف لما يشاء، إن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم سبحانه وتعالى. هذه العلاقة بتجعل الإنسان يصبر على تقلبات الدنيا، وتجعل الإنسان يبحث عن مراد الله والعبوديات المختلفة في كل موقف. لكن الشيطان يريد أن يقطع هذا الطريق على الإنسان، يريدك دائما أن تسيء الظن بالله، يريدك أن تقول: لماذا فعل الله هكذا؟ لماذا؟ أين الله من هذه الابتلاءات؟ أين؟ وتبدأ تسيء الظن بالله، والبشر هم من أخطأوا، هم من أفسدوا، تبتعد عن عتاب المخطئ وتراوغ وتبتعد عنه، ثم تسيء الظن بمولاك الذي لطالما أعطاك والذي لطالما أغناك والذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان كنود، مع أول لمسة للمصائب يعد المصائب. الذي يسيء الظن بالله لن يستفيد شيئا. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، روي عن تلمذة ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم أنهم قالوا: بالغ أمره، يعني الله سبحانه وتعالى سيفعل ما يريد سواء توكلت أو لم تتوكل. يعني توكلك يجلب لك اليقين والرضا والسكينة واللطف في الأقدار، أما عدم توكلك لن يغير من الأقدار شيء، وعدم رضاك لن يغير لك من الأقدار شيء. فمعنى الآية على هذا القول إن الإنسان الذي يسخط على الأقدار بيزداد غما وهما ثم لا يستفيد شيئا. يعني هل غير سخطك على الأقدار من الأقدار شيئا؟ فإذا اصبر واحتسب. وهذا أيضا مما قيل في قول الله سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، اللي دايما سيء الظن بالله، قيل هنا ينصره، قيل بمعنى يرزقه، الذي يظن ان الله لن يرزقه ابدا. طيب هو اللي بيفكر كده هيستفيد ايه؟ ربنا بيقول له: طالما انت دايما سيء الظن بالله كده، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد. خلاص يعني عارف، اقول له واحد: طب خلاص ولع في نفسك، اقول لك
يعني يقول لك ربنا لطيف ربنا قدير، طب نتجه الى الله سبحانه وتعالى نبحث عن العبودية المطلوبة منا، يقول لك لا 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 هي خلاص ما فيش فيها اي امل. خلاص اقول لك على حل احسن، هات حبل واربطه بسقف في بيتك واربطه على رقبتك وزقه كرسي واتخانقوا. انت كده اتبسطت يعني كده اتحلت؟ يعني في القران بيعلمك ثم ماذا؟ يعني من رضي فله رضا ومن سخط فعليه سخط. لماذا نسيء الظن بمولانا؟ لماذا اول الاتهامات تتجه الى الله سبحانه وتعالى؟ ننسى ان نعاتب انفسنا وان نعاتب الاخرين ثم نتجه باللوم الى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما الصحابه قالوا ان هذا، لا هتسال ان هذا قل هو من عند انفسكم. يعني انت هتقعد تقول ليه ربنا؟ لو انت هتحاسب ربنا لا ارجع وشوف اخطاءك، ارجع وشوف اخطاء من حولك. اللي هو ان هذا قل هو من عند انفسكم، انتوا اللي وتوصلتوا الى هذه الابتلاءات، اعمالكم واعمال من حولكم هي التي وصلت بكم الى هذه الابتلاءات، فلا تسيئوا ظن بالله. فاذا قلتم ان هذا فكان الجواب قل هو من عندي انفسكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. اذن احبتي في الله، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه، ثم قدر الله سبحانه وتعالى هذه الابتلاءات التي يمحص الله بها اهل الايمان. الانسان لما يكون دائما في سعه وفي نعمه وفي عافيه ينسى ويطغى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا التقدير وهذا هذه في حكمه من هذه من تنوع هذه الاقدار. يظهر اهل الايمان في هذه الابتلاءات، يظهر من يحسن الظن بالله. الشيطان طول ما انت ماشي في علاقتك بالله، عارف زي ما تكون ماشي بالسياره كده وفي زجاج بتاع العربيه اللي قدامك، هذا الزجاج ده اللي انت شايف من خلاله الطريق. الشيطان دوره انه يعمل ايه؟ ان هو يشوش عليك هذا الزجاج، يشوش عليك الرؤيه فلا ترى الطريق على حقيقته، فتعمل بقى حادثه تنحرف عن الطريق، تمشي في مسار مختلف. هدف الشيطان انه يشوش هذه الرؤيه. لذلك قال من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا. قبل أن تطلب اتباع الحق لابد أن تراه، فالشيطان بيشوش عليك الرؤية، يريدك أن ترى الحياة سوداء، الحياة عبث، الحياة دائما فيها آلام فقط، الحياة ليس فيها ليس بعدها بعث، وأن الظالم لن يقتص الله منه. أنت قاعد الشيطان بيملأك بنوع من التصورات اللي تجلب لك السخط على تقدير الله سبحانه وتعالى. عايز أخرج من هذا التشويش، لان زي ما قلت لك انت في الاخر هتستفاد ايه؟ ان الله بالغ امره، يعني هل يهبنا كيده ما يغيظ؟ هذا الغيظ على اقدار الله لن يفيدك شيئا، مش هتستفيد اي حاجه. طيب انا عايز اصرف الظن اللي بياتي بسبب الابتلاءات دي، من اسباب ذلك معرفه الله سبحانه وتعالى، حق المعرفه. والانسان لما يتعرف الى الله سبحانه وتعالى، المشكله ان الانسان عقله ضيق، بيعيش اللحظه الراهنه فقط. لما بيخرج من ازمه اللحظه وينظر الى السماء والى الارض والكون، الله الغني، انظر الى السماء باتساعها، الذي خلق كل هذا الخلق لا يستطيع حاشاه سبحانه وتعالى ان يحل لك مشكلتك، الذي الغني القدير سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والارض. لذلك اللي بيقرا القران بيعيد تجدد هذه المعاني مره اخرى اللي بتخفض، الانسان لما بيعيش ازمته الامور بتضيق عليه، لا يفكر الا في مشكلته فقط. بياتي القران يخرجه من هذه اللحظه ويذكره بالذي خلق والذي رزق، ولطالما مرت ابتلاءات على من هو افضل منك، فصبروا ورضوا بما قسم الله لهم وبحثوا عن العبودية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، فآواهم الله ولطف بهم الله سبحانه وتعالى. لذلك من أهم الأشياء اللي بيقوم بها الإنسان في أوقات الابتلاءات أن يسبح الله، تسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى. كل اسم من أسماء الله له معنى بديع، ولو هو أسماء حسنى وصفات جليلة لله سبحانه وتعالى. الشيطان عايز يصورها لك على غير محلها. فالتنزيه معنى إيه؟ التنزيه انك انت بتنزه الله سبحانه وتعالى عن المعنى السيء. بمعنى انت دلوقتي ماشي في الطريق زي ما قلت لك والزجاج بتاع السياره قدامك، الشيطان بيشوش بيحط طين على هذا الزجاج. التسبيح اشبه بالمساحه اللي بتمسح ده، فانت كل ما تنزه اسم الله الرزاق،
تنزه اسم الله الحكيم، تنزه اسم الله اللطيف، تنزه اسم الله المقيت، تنزهه عن سوء ظنك به سبحانه وتعالى. هناك أناس بالابتلاءات بتكون عامة ويلطف الله بهم خاصة. سيدنا إبراهيم أوقدوا له نارا جعلها الله عليه فقط، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ليس على المطلق، على إبراهيم فقط. يعني ممكن ابتلاءات تكون عامة ويلطف الله بخاصة من الناس، نعم وقد يحدث. ليه؟ لأن لهم علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأن لهم اتصال بمولاهم يلطف الله بهم. هؤلاء تصعد من قلوبهم عبوديات تتعجب لها الملائكة، والذين آمنوا أشد حبا لله، عبوديات لن ولم تخرج إلا من هؤلاء فقط، لأن الملائكة ما بتمرش بهذه الابتلاءات. في أنواع من العبوديات لا تخرج إلا من قلب المؤمن، ولذلك خلقهم، ولذلك قدر هذه الابتلاءات لتخرج هذه العبوديات. هذه الابتلاءات فرصة عظيمة لأعلى أنواع العبوديات، بدل ما الإنسان يتجه ليسيء الظن بالله ويترك المخطئ ويترك محاسبة المخطئ، على الإنسان أن يحسن الظن بمولاه وأن لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن ربي على صراط مستقيم. سيدنا هود بيقول لهم وانتوا فاكرين الأمر ماشي لعبة؟ لا، ده كل حاجة ماشي على صراط مستقيم وتقدير الله، وله حكمة ورحمة ولطف وقدرة. انتوا فاكرين الدنيا عبث؟ وانتوا فاكرين ان انتوا هتروحوا تقتلوا النبي بتاعكم اللي هو سيدنا هود والخلاص والدنيا انتهي؟ لا 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 ابدا. من اسمائه المؤمن الذي يؤمن عباده، ربنا مش بيغير معاملته كل شوية حاشاه سبحانه وتعالى. اللي بيعامل ربنا بيبقى مطمن، عارف ان علاقته ثابتة، معاملات ثابتة، سنن ثابتة، مش كل شوية يغير معاملته زي البشر. لا، الله سبحانه وتعالى إن ربي على صراط مستقيم، إن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى، يقدر الأمور بحكمته ورحمته ولطفه سبحانه وتعالى. فالتسبيح بيعيد الإنسان إلى هذه المرحلة. لذلك لما بعض عادي يفكر إيه علاقة التسبيح بالسبح والسباحة، وقالوا إن السباحة فيها انطلاق وجريان، وكذلك التسبيح، التسبيح بيزيل المعوقات اللي منعك عن الانطلاق. ما انت عايز تنطلق، عايز تنطلق في علاقتك بالله، عايز تنطلق في العبوديات، لكن في حالة من الإقعاد والهم والغم. لذلك المقعدات اللي النبي استعاذ منها صلى الله عليه وسلم، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، الحاجات دي بتقعد الإنسان، تخليه مش قادر يقوم يصلي ركعتين بالليل، مش قادر يقوم يحضر صلاة الفجر، مش قادر يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، مش قادر، لأنه في هم وغم مسيطر عليه. الغم حاجة بتغطيك زي السحابة اللي منعك من رؤية الشمس ورؤية السماء ورؤية الكون، حاجة فوق دماغك منعك من رؤية الحقائق، هو ده الغم والهم. حاجة مغطية على عينك منعك من رؤية الرحمة واللطف والحكمة والجمال في علاقة الله سبحانه وتعالى وانتظار ثواب الدار الآخرة وما يتوجب عليك من عبوديات، هو ده الهم والغم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، نعوذ بالله من هذا الظن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه. اللهم استعملنا، اللهم استعملنا، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.